السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وعيد مبارك. الله دائما على الحاضرين بعد الشتاء في رمضان المبارك. وعاودنا احنا اليوم ممنون الدكتور حسين العلمي بما عرف عن من قامة عراقية أصيلة بعيدا عن المقام قبل ذلك. يعني هو أحد قامات أعتبر المجتمع العراقي المهمة والفنية والثقافية والأدبية، وكان غادر من سنوات طويلة ومن ثم عاد إلى وطنه وإلى بيته ليسأل في إحياء نهضة العراق مرة أخرى من جديد. نتشرف به وأنا وشكرا لحضوركم، وأتمنى للآخرين إن شاء الله، لأن أول مرة موعدنا بسرعة ونص يبدو الموعد قريب. نتمنى أن يلتحق الآخرين من زملائكم. ونترك احنا اليوم صراحة متباركين بزيارة الدكتور حسين إلى العراق وإلى بلده ومن ثم عودته، وتحدثنا عن الكثير من المفاصل، يعني الملف الفني إذا جازت التسمية، وأثره على تماسب الواقع الثقافي العراقي، ولماذا تدهور الوضع، وما هو المطلوب للنهوض مرة أخرى بالواقع الثقافي والملف الفني بما يشكل جزء من نهضة العراق بصورة عامة. لأن أعتقد كل الملفات هي مترابطة والهدف هو العراق. فإحنا نشكر مرة أخرى الدكتور حسين العظمي، ونتمنى التوفيق وإقامة سعيدة إن شاء الله، ويكون أحد يعني المساهمين بالنهضة العراقية الجديدة. فشكرا لحضوره وتلبيه الدعوة، ونسمع معنا الكثير مما يحب أن يتحدث فيه. فأهلا وسهلا. مرحبا يا ريبات سادة الفاضل، أحييكم أجمل تحية، وشاكرا يعني مؤسسة أو مركز إيفرست لاستضافتي مع هذه الوجوه الكريمة للأمانة، وأنا مسرور جدا لأن البشار من هي وانا اعزاء كلهم، يعني كلكم احنا اكيد متلاعبين سابقا، حتى اللي ما نمشي اقوياء علاوي ريال الوزاره من عهد قديم، يعني كلكم اخوة اعزاء. انا مسرور بكم جدا الحقيقه، ومسرور ان التقيكم في هذا المكان الطيب. يعني هي اشياء ما كانت مهيئه أو لأنه أنت راح تبين هالفترة كثيرة، هي كلها تقريبا الأشياء اللي تحدث غالبية عفوية تقودك الظروف، هي ظروف تقودك أنه تستمر تقطعها تيجي تروح كذا ظروف، يعني ماكو شيء أنت مخطط له والله أنا حروح راح أبين تخلط عيسن، ماكو شيء. فهي ما أعرف طلعت، يعني أنا كنت آخر شيء من كنت في بغداد، آخر شيء كنت يعني عميد معهد الدراسات الموسيقية، المعهد اللي أنا بديت كطالب، وبعدين معيد مدرس، وبعدين معاون عميد عدة مرات، إلى أن يعني صار 2003 أول حكومة يمكن إجا الأستاذ مفيد الجزائري، كان أول وزير ثقافة. وأنا لا أزال اسمحوا لي أن أقول رأيي، يعني أن مفيد الجزائري هو أكثر وزير ثقافة ملائم حتى اليوم كما بعد 2003، شخص مثقف ويعني ما شفت أنه هو أصبح عنده توجهات ضد معه، هو من أجل الثقافة يعني هذه اللي أنا حسيت بها. وثانيا حتى بوجوده نجحت في إدارة معهد الدراسات الموسيقية، يعني هو نجح مهمتي أساساً، وكان المدير العام دائر في الموسيقية الله يرحمه بيرج كيرا كورسيان، صديق قديم طبعاً بيرج، هو جان مدير عام، يعني هم اثنين هم نجحوا مهمتي الحقيقة، وبالمقابل هم اللي فرضوا علي أن أصير مدير المعهد، أنا ما قبلت حتى
توقفون يعني في بداية ما بعد الفيلم تأخذ عن طائفي أو كذا أو قتل مقتول يعني كل نحن كل كنا خايفين ما نعرف شو نسوي يعني لا لا أقوى جهة تحس فيها تهميل لا أقوى شعارات فما أريد يعني ما أقعد وأطالب عن مدير ومعروف أنا وين ما أريد فأنا كنت مدير بيت المقام العراقي يعني قبل 2003 وبقيت حتى بعد 2003 بعدني أنا مدير بيت المقام العراقي من أجل استلم فيه يعني في الأسير يعني إحنا المعهد الآن تعرض للنهب والسلب يعني لا مشوارين لا أبواب لا ولا تاني فتدعو بيت المقام تدير أي واحد من زملائك وأنت تيجي تزم المعهد قلت له قلت له سامي أني حكيت بصراحة وياه قلت له أني لقبي العربي يعني واضح مثلا أنا مثلا سني ولا شيء ولا كذا وهسه هي كلها ضايعة يعني أنا أخاف أقول له أنا بطالة أنا بيت المقام شو وقت ما دعموا ما حد يعرف أنا جاي ما جاي ما حد يعرف يعني أنا أقعد ورا طالة ومدير معهد والمعهد مو مثل المعهد ما حتى مؤسسة مدرسين وهيئة تدريسية وطلاب وامتحانات ناجح وساقط ومواصلات ومدرسين وكذا يعني غصهم علي أنا لازم أبقى بالإدارة يعني ورا الطاولة وقاعد قال لي أجيب لك 100 حماية ما عندنا غيرك يرجعني المعهد قلت له تريث يعطيني المجال خليني أفكر أسبوعين ما جاوبته هو من يما صدر امر بعد استحيت علي الحمد لله يعني عيب وزير صدر امر كذا الزمت المعهد الزمت المعهد يعني كل شيء يتعلم يعني ما كنت هذا رجعنا كانت سيطرة امريكية بعد المعهد الطلاب يخافون يجون ما حد يعني دوام شو له معدوم شوية شوية لحقنا على كم مدرس موجود على كم موظف حتى الأبابيل كانوا مشمرة بالشارع قلامية هم الجماعة اللي هجم موظف اطلعت على الأبابيل موجودة يا أخبار راحت حتى ما لدنا دورنا عليها يا أبابيل قديمة يعني المهم يعني شوية شوية لم يدخل وأنا معروف عني يعني معروف عني حتى اليوم أولا أنا معتدل في حياتي كلها معتدل ما عندي اي تطرف باي شيء في حياتي وعلى قولة ابن عمي دكتور هلال مره قال لي انت الوحيد اللي نجحت من كل لانه انت عندك اسلوب الاعتدال هو النجاح يعني ما عندك لا عندك فلان لا عندك فلان كل عندي سواسيه يعني كل اخواني كل ابنائنا وكل ذكرانا وكل يعني ما عندي فرق نهائيا فعاملت الناس كلها طلابنا وغير طلاب ابني كان طالب نفس المعهد هم كلهم ابنائنا ايضا يعني فعاملتهم معامله طيبه وهم يعرفوني يعني من جد مدير يعني انا صاير من السبعينات انا طالب يعني بالمعهد فشويه شويه جبت لهم بالطاقه على الطلاب بالعلم تحدثتهم وكذا بدرس الدوام الرحلات انكسرت قعدت صمت علي انا كنت بهالفتره كنت فايز بجائزه الماستر بيس العالميه مال اليونسكو وانا عارف انه الجائزه بيها يعني كل نتائجها انا اعرفها يعني شنو اللي ممكن اليونسكو تسوي لنا من خلال هذه الجائزه فاخذت الشهاده مال مال يونسكو ورحت على السالفين قلت له السالفين قلت له هذه شهادة جائزة الماستر بيس اللي أنا فايز فيها هذه أنا كاتب بالبحث كامل أنه كل المرافق الآثارية والموسيقية اللي تتأثر اللي تأثرت وتتأثر بالحصار أو الحروب اليونسكو هي أو المنظمات الإنسانية وهي أكبر منظمة إنسانية هي يونسكو هم المسؤولين عليها وهم اللي يدعمونها إحنا ما عندنا فلوس يعني كانت بداية ما فلوس شو تقولهم تقول لك ما عندنا فلوس وهم عليك اقتنع بيها قلت له كتاب يكتب تصور هذه الجائزة ويبعث إلى يونسكو بتوقيع الوزير
وفعلا راح كتاب من وزارة الثقافة إلى اليونسكو برفقة هذه الجائزة. راح أول ثلاث أسابيع كان تجينا من اليونسكو 250 ألف دولار عام 2004 ذاك الوقت. ربع مليون اجى اعيد صيانه المعهد كله اللي لا يزال هو نفسه بالسنه بعض الاتصالات اللي هو كان بيت عبد الرحمن نقيب اول رئيس وزراء بعد الدوله العراقيه الحديثه. فاعيد كله رجع المعهد كله وخلال الفتره كلها الى ان رجعت تماما رجعت المعهد كله كامل ولا غياب ولا اي غياب. وكثير من الامور يعني هذه فجانب من جانب يعني احنا بنتكلم الان في 20 سنه الاخيره حقيقه اي نجاح هو لابد ان يكون له قصاد، لابد ان يكون له يعني اعداء يعني طبيعيين، يعني مو انت تخلقهم. طبيعه حياه، انت تنجح بشيء اكو ناس يغاروا منك، يعني طبيعي. وانا ما صنعت عدو اطلاقا في حياتي، ولكن عندنا اعداء. اعداء الغيره والحسد وكذا. هذه يعني مسألة كلش طبيعية اشوفها يعني وما أقول النفس أمارة بالسيول، الله سبحانه وتعالى يقول النفس أمارة بالسيول. فيعني في وقتها أنا رحت بال 2004 مؤتمر في عمان، مؤتمر مدراء المعاهد الموسيقية في الوطن العربي، باعتباري مدير معهد أنا كنت مدعو، فرحت الدكتور كفاح فخولي هو مدير المعهد الوطني في مؤسسة الملك حسين هناك، وانا حاضر طبعا صاحب القبيلة. ورحنا انا كان معايا الدكتور حبيب فهد العباس، رحنا سوية تم تمويل الى هذا المؤتمر ونقاشات وكذا. فهمس ابني استاذ حبيب الدكتور حبيب قال لي حسين ترى انت قضيت بعقله الدكتور دفاع أنا كنت أناقش وكذا أرجع المؤتمر فعجبته يبدو عجبته يعني فقال لي هسه راح يقول لك فشي لازم أعمله والله فعلا اتصل هو حكى وياي الدكتور قال لي أنت كذا والبلد عندكم يعني صار في يعني مشاكل كذا ليش ما تيجي تدرس هنا يا أخي؟ طبعا أنا نفس الفترة كانوا مهددين بالبغداد طبعا التهديد انا ما حكيت نهائيا لانه التهديد لقيته بعد شهر من تاريخه فهم لو صادقين يهددون كان منفذين للتهديد يعني فلقيته والدكتور كفاح قال لي انا شايف قلت انا راجع لك جيت البغداد دبيت استقاله قبل ما الاستقالة قابلت الوزير الآن أصبح نوري فرحان الرابي يعني صار في طلاق إجا نوري فرحان الرابي فهو ما يريد ينفع الحقيقة ما عاد يريد يعني فقال لي أنت يا أخي تطلع هذا ما يصير تترك كذا قلت له والله أنا أدعي نفسي للمشاكل وأني الناس رايديني قال لي لا أهدأ قلت له ماما قال لي شنو التهديد سياسي عدائي قلت له سياسي ولا عدائي قلت له 100% من طلاب اللي أنا معينهم مدرسين عندي هم دول يردون المكان خلي أخذوه شو أسوي يعني خلي أخذوه أنا قلت له وجهك صرت أنا وافق تصير مدير فقلت له خلي أخذوه يعني قلت له لا عدائي ولا سياسي ولا عندي أي شيء من هذا فاقنعت الرجال قال لي اذا انت علمنا لنا واحد احنا ما نعرف جبت له واحد احسن مني مليون مره مو تواضعا هو كان عميد كليه سابقا اداري بطل
هو الأستاذ الدكتور حسين أحمد شريف، هو اللي قلت له هذا الشخص اللي عم يروح وعم عنده محل يسير إلى برا المحل. وفعلا ثاني ودزيت إله وقال دزيت اللي باقي العشر يجي صار الأمر طلع مني صفار ما يجي حتى اليوم. وحسين الشريف هو اللي صار مدير المحل. هذه نواحي يعني اللي صار سوينا أعمال. يعني أنا عندي كتاب تقريبا كتاب أنا أكتب يوميات. أنا صار لي 53 سنة أكثر أكتب يوميات، يعني كل يوم من 53 سنة كلها مكتوب عندي وين رايح وين جاي شو اللي سويت شو رأي فلان شو كذا كلها مكتوبة مدونها، يعني ما يطلع من عندي شيء. فأنا من ضمن الكتب المحطوطة اللي يعني أحاول أن أكملها إن شاء الله تجربتي في إدارة بنت المقام العراقي، وكتاب آخر تجربتي في إدارة معهد الدراسات الموسيقية. هذه إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى كان عمر يعني بتقول أنا صار عندي 13 كتاب لحد الآن، و13 كتاب من ضمنها موسوعة المقام العراقي من الألف إلى الياء كلها كتبتها، وهذه الموسوعة مصورة حتى تلفزيونيا. كان عندي برنامج تلفزيوني من الإعداد التقييمي، قناة التغيير وقناة البابلية وقتها وقنوات أخرى حوالي 5-6 قنوات. هذه كلها موجودة على اليوتيوب، معظمها موجودة على اليوتيوب. موسوعة المقام العراقي تصويرا يعني مصورة تلفزيونيا وورقيا، والورقية مطبوعة في أشهر مؤسسة عربية هي المؤسسة العربية للدراسات والنشر اللي ببيروت ملمح الكيان، وهذه منتشرة في كل مكان. الحقيقة أنا مسرور أنه طبعت هذه المؤسسة بالذات. وعندي آخر شيء مؤخرا فدي مفاجأة صدر عندي كتابين عن موسوعة المصارعة العراقية، لأن أنا عشت في البداية سنوات يعني 5 سنوات كاملة كمصارع، وفي المصارعة الحرة الرومانية الأوروبية اللي نقوله يعني المعترف بها عالميا، مو هذه المصارعة الغرب هذه الأوروبية يعني. فعشت 5 سنوات هذه التجربة كتبتها أيضا في كتابي اسمه مذكرات وحكايات ذاكرة صورية، ايضا صدر في بيروت عن المؤسسه العربيه. فمن ضمن الحكايه فصل كامل حوالي 80 صفحه تجربتي الرياضيه في المصارعه. اخيرا صدرت كتابي عام 21 وعام 23 هذا العام الجزء الثاني من موسوعه المصارعه العراقيه. اعتقد الجزء الاول احدث ضجه في بغداد لانه كل المصارعين نسوا اني رجعت اسمائهم بالوسط وبالساحه. كلهم قاموا يترحمونا ويشكرونا انه يعني ذكرتهم عني واتصلت بابنائهم بيهم اذا باقين ابنائهم احفادهم منو جيبونا جيبهم اعطوني معلومات. فاخذت معلومات وحاولت اكتبها نشرتها على الفيسبوك اولا، وبعدين لميتها سويتها كتابين صدرت يعني الجزء الثاني في هذا العام عام 2023 صدر موسوعه المصارعه العراقيه. وصلت يقولون عندي الجزء الثالث بس ما عندي رغبة حقيقية، يعني عندي مادة بس يراد لها فائدة يعني وين راح من وقتي، يعني عندي أشياء أخرى بدي أكملها يعني عمري ما بقى يعني يعني مثل ما يقول ذهب منه الأكثر يعني. فريد يعني نحاول أصارت الأشياء نكتبها يعني أكثر من ما الجزء الثالث مثلا مرة المصارعة جزء من الكافية يعني هاي أفضل يعني إذا أكو شيء يعني هو الحديث طويل ترى. فإذا أنتوا مثلاً شو سؤال؟ أي سؤال بيعتبر حديث؟ نعم. هل يمكن أن نفرض كلمة من المقامات أول؟ ثانياً ما تأثير ذلك على الفن العراقي؟ وما هي الأسباب الحقيقية لهذا الموضوع؟ أولاً في المفهوم العلمي احنا بنقول علم الفولكلور مثلا عندما
تطلق كلمة علم على أي مادة، هناك معناته هناك مسلمات وهناك نظريات وهناك معادلات ثابتة لا تقبل الجدل. يعني مو من عندياتنا العلم ده يقول كلام مسلم. علم الفولكلور يقول التراث لا ينشئ ولا يموت من خلال الأفراد مهما كانت قيمة الفرد، لأنه وليد الجماعة وليد المجتمع. التراث ابن المجتمع مو فرد راح نسويه مهما كانت قيمة الفرد، قد تكون مؤثرة ممكن ولكن من خلاله يموت ويحكي لا هذا لا يمكن. هذا علم الفولكلور. فالتراث لا يموت ما دام المجتمع اللي هو ابن هذا المجتمع موجود، اذا لا يموت. متى ما راح هذا المجتمع وهو امر نادر في التاريخ، ذاك الوقت انا اقول كل شيء راح وياه. اما التراث هو لكن التراث ممكن ان يتعرض الى الزهو تارة والانحسار تارة اخرى حسب الظروف السياسية، ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف فكرية، علمية، كذا كذا. هذه ممكنة، أما الموت ما ممكنة أبدا. التراث يمتلك، هذه كلمة أنا مشهور بها، التراث يمتلك ولا يعطى. يمتلك ولا يعطى، يعني أنا لما التراث أحاسيس يعني خاصة الموسيقى هي تراث حسي تعبيري، والتعبير ما يكتب ولا يعلم، اكتساب، اكتساب وامتلاك من البيئة. يعني شخص نقول عليه عراقي من يتحدث باللهجة العراقية يروح إلى أي مكان آخرين يتحدثون اللغة العربية لكن يتحدث بلهجة أخرى. هو من جاء على احنا واحد جاء علمنا شلون نتكلم باللهجه العراقيه، علمنا البيئه اهل المنطقه. هذا اكتساب. هذه اللهجه اللي اتكلم بها من البيئه المحيطه اللي عايش فيها في العراق. كل منطقه بيئيه لها اسلوب، خصوصيات، لها هويه كذا. فهو يعني كله يتبع الى علم البيئه. فموت ماكو، لكن ممكن يكون في الحصار. احنا الان نعيش في الحصار، في وجهه نظري المقامات العراقيه الان تعيش في الحصار لانه ماكو ذاك الدعم، بس المقام الموسيقى كلها. يعني احنا خلينا نقصر موضوعنا بالموسيقى. يعني الموسيقى بشكل عام مهما يعني القى عليها الاعلام، احنا نريد التطور. هي مو قضية إعلام كل يوم تبدأ فلان مطرب وفلان مطرب وشجعهم كذا كذا، بس أريد فنان يفهم رسالته، أريد علم وفهم وشهرة. يعني ما شنو قيمة الشخص يشتهر ويغني ويغزل ومجهول وكذا وعظيم، شنو الفائدة من هذه؟ بالعكس هذه تأخر في الموسيقى. احنا نريد فنان، الفنان هنا هو وسيلة وهو غاية. غاية احنا نريد نبني فنان فاهم مهمته يوصل رسالته الى العالم، رسالته الاخلاقية الى العالم، وهو وسيلة ليصل هذه الرسالة الى العالم، الى بناء المجتمع. يعني انا كنت اتذكر يعني من جدة درسة فاليوم خلي احكيكم بالتشريع اسمح لي. فاليوم بال 82 81 انا درست اول عام 80 المرحوم منير بشير مدير عام مالتنا دورات يجينا، كان عندنا مسائل معهد، فاجى في يوم مسائل عنده مزاج خلص الدوام ب 8 قعد المدرسين لحد يطلع الاجتماع. انا السياره ما كانت تجي، فقلت له قلت استاذ انا ما ينعني لان انا ابن الدائره يعني ويحبني لي ابو شاهد. قلت استاذ منير انا ما اقدر
حتى قلل عشر متعاش اجتماع وياهم ما عندي. قال لي أنا وصل الأول قعدني رجعنا قول بالعشرة لأن هو بيت العملية فمات فات على أغنية وعن كابنية ويطلع لقين العملية من دن نرجع. قلت له السامير ما تقول لك الحكاية قال لي قول. قلت له أنا بدور المقام اشتريت بيت هذاك الوقت بيت صغير يعني وتزوجت وبس راح اشتري سيارة ما عندي فلوس يعني زين لا بس ما محتاج أحد يعني. قال لي قلت له بس أني نادم كل الندم أنه أنا أخذت فلوس من وراء المقام العرب وده يسوق وده عليك اللي قلت لكم. قلت لدى أقول لك والله العظيم أنا نادم كل الندم لأنه أنا أخذت فلوس كلها اللي لميتها من وراء بنائي للمقام العربي. قلت ليش؟ قلت لكثير الغالبين عظمى من طموحاتي تدمرت لمصادر الفلوس تدمرت فعلا. كان عندي أفكار عظيمة قد أسويها بضع شنو اترخيت ارتخيت طموحاتي صارت شو بفنانوية هالسيارة صارت فنان. هالسيارة أنت افتهمت شو الفنان. فالنان هو هذا. فاسترجعت بمرور الزمن أنه منير بشير ليه كان يحاربنا بالسبعينات كنا نطلع أنا شباب صغار نطلع بالتلفزيون يتخبل إذا شافني بالتلفزيون يقربه تيلي على راسي فاني وبالداية لا تطلع لا تفتح بالتلفزيون طالع يخطبوك دول ينهوك ترى ما يعرفون شلون يكون فنان ما يعرفون شلون يصنعون أنا أسويك أنا فرقك العالم وهكذا وهو كله سواه فعلا. ولكن احنا كنا نطلع شباب صغار يشوفون البنات يريدون ان نصادق بناتنا يعرفونا يعني شباب صغار يعني تلفزيون بعد اكثر من تلفزيون واحنا كل يوم هاي نتعارف ويا عاد نشوف ليش بعد التلفزيون ليش كذا وحفلات بالليل تخبر اذا سمعنا واحد طالع حفله بالليل ما الحفله تطلع عليه بالليل ومثل ملا ولا ترى ديسكو ما ادري شنو شغلت يعني يتخبل فيها يعني يقول الدنيا علينا هاي متى خبر الدكتور هاي متى خبر الدكتور لا هو راد يفهمنا انه هاي عادي ما تسمع فنان بمفهوم الفنان الحقيقي هذه استهلاكيه مال جمع فلوس وتعيش يعني الفن لاجل العيشه هو ما يريد من اجل العيشه هذي اجل الفن يريدها اي يريدها من اجل الفن فهذا بعدين مرور الزمن يلا افتهمنا انه ليش كان هو يحاربنا محاربه حرب شعواء يحاربنا انه ما يخلينا يعني حافظ علينا ووصلنا الى بر الامان اتحملنا يا اخي يعني انا ما شايف مدير عام احنا موظفين اي مدير عام تحكي شاكي اذا تردح حاجه سامح ينوق لك بعدين هو فلسطيني؟ لا لا هو المسلم المسيح هو يعني اي مدير عام بيقبل انه يشتغل راحه طويله هو تحمل له مع ابنائه تماما يعني هو ابونا ابونا فعلا ابونا يقول لك نتعارف ويا ولدي ولا عبد يعني بس راح يقلنا بس راح كذا ابد عارف بس هو يعرف عقلياتنا عقلياتنا بسيطه هو جاي عقليه عالميه عقليه عصريه احنا بعدنا ما وعيها فتحملنا الى ان فهمنا مرور الزمان افتهمنا ليش كان ما يقبل على فلان شيء ليش ما يقبل على فلان شيء ليش ما يقبل فانا سؤال في الاساسين اول جزء من السؤال ان التراث لا يموت مهما كانت قيمه الفرد ويبقى ما دام المجتمع صاحب هذا التراث موجود فهو موجود حتى أنتوا صادقين. إحنا خلي الآن نعتبر محاورة الدكتور أستاذ حسين يعني أو شركة تنتهي. راح نفتح مجال لكم يعني إن شاء الله كلكم تغلبكم وتداخلوا. فخلي المداخلات يعني قصيرة. هذا الأخضر. هذا الأخضر.
الأخضر. قبل أستاذ موسى، قبل أستاذ مهار، يعني إعداد ضيوف الكرام يلبسهم يعني العلم العراقي. تفضل أستاذ مهار. تفضل. كما يقول ماسلو، الإنسان يعيش
هذا الواحد حياة من مجموعة من الحاجات حاجات ضرورية التي هي الأكل والشرب والسلوكية وكل الأمور اللي لازم تتحقق، ثم ينتقل إلى الحاجات النفسية التي تصل إلى تحقيق الناس. سيد العظمي من أول حياته أكبر حاجاته هي تحقيقاته في قضية الفن، قضية المقام العراقي بحقه. من اللحظات اللي كنا نبغى الآن هو في شط الدرج على مخرج دجلة، ويأتي بمسجل والكاسيتات ويسمع ويأخذ رأي في بعض الأمور، على الرغم من أنه أنا يعني كنت صغير ما كنت هاي القضية، لا إحساسي كان كبير جدا. فانتقل من حاجات هاي الحاجة الضرورية اللي أصبحت مثل الأكل والشرب بالنسبة له، إلى أن يحقق ذلك على مستوى أن ينتقل إلى تحقيق تقديرا أمام نفسه وأمام الآخرين، إلى أن يحقق ذلك. وعندما حقق ذلك في إدراك المقام العراقي في كل جوانبه في الداخل، لم يتوقف هذا الأمر ولم تتوقف الناس، وإنما انتقل إلى أهداف أخرى هي الظهور على مستوى الدول والعالمية وكل الأشياء. هذه الحقيقة مو أي إنسان يمتلك. أن ينتقل الإنسان وأن يصل إلى هذا العمر ويبقى طموحاته مستمرة وفعالة، والهدف يكون اللي حققه هو يكون قاعدة لأهداف جديدة. لذلك انتقل من قضية تعلم المقام العراقي إلى أن يكون فنان كبير بالمقام العراقي، إلى أن يكون باحث وكادر في نفس الوقت، وإلى أن يتعلم أكثر من المعهد إلى البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه. هذه الأمور هاي التحديات قليل ما نجدها لدى الفنانين على مستوى العالم كله، مو على مستوى يعني العراق أو على مستوى السلع. الحقيقة الإنسان حتى يتطور يجب أن يمتلك داخل هذه الحلم هاي القادمة. أنا يعني لي الفخر أن أقول حسين العطور المراد في تحسين الرياضة، أنا يعني لين سوء أنا بدأت في الرياضة وصحناها في الوطن العراقي المدرس وأيضا باحث وأخذت الدكتوراه وكل الأمور، وهو اتجه إلى الفن وحقق ذاته بالفن ولا تزال ذاته غير مشرفة في كل شيء. أريد أن يحقق دائما أن يكتب أن ينظر، وانتقل إلى أمور أخرى. السؤال المحدد اللي أريده من الدكتور السيد أنه هل هناك اختلاف في أسلوب الأداء، في أسلوب الأداء بين الماضي والحاضر بالنسبة للمقام العراقي، في أسلوب الأداء وفي أسلوب المقاميين نفسهم، وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير؟ شكراً دكتور. شفت العراق اليوم كل فن بلد فن. شفت العراق اليوم كل فن بلد فن، لو طلع للمخلوق قاعد ترطب حياته قبل غناء إلى على هم يخفف فجع لوك الريقة، إن الغناء لو محدث لك نشوة في النفس يطبخ في حشاك حريقة، أرقى الشعوب تمدنا وحضارة منهم من كان في الفنون عريقة، والفن في العراق عريق. أساتذتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم وأخوكم ستار الذهبي فنان تقدر. والنعم أبو حيدر. أستاذ العزيز شرف لي، شرف لي أستاذ حسين، أستاذ هيثم، أستاذ ناظم عذراً على ما جناه الدهر والعتب وطيعاً كل ما كانت لنا كتب. أريد أن أقرأ لك شيء، هذا من منكوب سعد. قلمي شقيقي والكتاب عشيرتي والشعر عمي والقوام في خوالي. قلمي شقيقي والكتاب عشيرتي والشعر عمي والقوافي خوالي والآداب والد الآداب مد طفولتي والسيرة الحسنى أمي كما أصل قدامي في الحياة مرافقي والوعد ماي
شاطري انساري جميل حسين العظمي واستاذ دكتور هيثم شعوبي واستاذ ابو عذر انا استاذ جديد ما حد تاج على راسي شكرا في البدايه ان شاء الله شكرا شكرا كان المرحوم فيصل ياسري كان عنده قناه فكان جدي فتره كان هلا هيثم المرحوم سلمان أنا ما شايف سببه قد يعني تسجيلات مصورة سامعية لكل التسامعين من خلال الأشرطة وكذا وكذا وشهر وكذا لكن أنا ما تسمون جد عجبتني شخصية سلمان مكتوب تلفزيونية عجبني فأكثر من مرة قلت له لأن عمّا نمي ومحمود فيصل فجدت أقول له لا قوله سجلوله إيش قد عندك كلها كتبها سجلوله يعني 1400 ساعة أستاذ العزيز إيه الحمد لله لأنه يعني هو فتاريخ شخص وقور وقور بس يا شكرا عليها شنو هاي كاريزما هاي المصورة فكنت أشجع يعني دائما كل ما أشوفه لسه فيصل أقول له أكون سجلوله بعد خلي نشوفه لأن حتى يكون تاريخ يعني الإنسان الموت مالته كل يعني فكنت أقول له دائما وفعلا هو الله يرحمه مطرب كبير وحتى شخصيته أيضا كبيرة يعني شخصيته المصورة مذهلة عابت من الوقت تعال سادة الحضور ثم المساء طبعا أنا اليوم جيت من أربي كان مناقشة جيت رأسها من جيت دور السادس طبعا احنا حتقبل طيب بس شاء الله راح جيت مفروض يعني ما كثر بس يصير في الألاب يعني جاي بطاعة هذا الطبق من الجمهور ظهر اليوم الإعلان معكم عن المحاضرة ممكن يشتغل مو تمام سوينا محاضرة بس يعني بس اليوم احنا أول مرة يعني أول مرة الوقت يعني لا وقت قليل يعني فترة بعد يصير فاضي بعدين ما بين هاي فجأة القناة الفضائية تغطي الحدثين الأستاذ حسين يعني علم بالأحلام المقام العراقي وحضور في أي مكان حتى بيصور هو المركز قبل بعد من أيام السبعينات لما كنا طلب في معهد الدراسات المغربية العراقي اللي كان مقرر في الوزيرية والبعض منكم يدرب أنا تعرفت عليه بالرغم إنه من مدينتنا يعني بالأربعة وسبعين يعني بالثلاثة وسبعين والأربعة وسبعين استمرت العلاقة إلى أن في يوم من الأيام حفلة التخرج جمعتنا قد جمال البدناوية أن أكون أحد العازبين على آلة الجوزيف ليقدم الفنان حسين العظمي مقام لإبراهيم وقدم مقام لإبراهيم أنيا محمد زكي ومجموعة من العازبين على قاعة الفرد والمقام أنيا المسجل بصلاة فأسراني يمكن ثلاثة نسخة لسالة حسين أبقايا عندها مقام إبراهيم المقامات الصعبة الوحيد اللي يعني أنزلت على آلة الجوزين ومس ما أقدر أنزل ركيت الترك النهائي تجهنا اتجاه أكاديميين من بحث وغيره يعني إضافة إلى المشاركين خلال 18 سنة في بعض قلتكم شافة هسة 18 سنة ويجي أنا كنت أفضل إيبار مرة تجاسبي في الكويت مرة بيروت مرة ميلانون مرة مصر نزلت في إحنا مع مدارات تصير فأعرف يعني مجيء البعض من لكم فرحة كبيرة وإحنا فعلا يتمنى أن يبقى هنا بهاي الأجواء ويقدم عروض فنية
مقامية في النوادي الاجتماعية. فلا نسينا ربي يعني هو آخر ما تبقى من أهل المقام. أكو فراغ مقام وأكو وجودين من طلابه ومن أصدقائه. لكن أتمنى أن هذا المقام ينهب مثل ما قال. المقام ما يموت. ما يموت ما دام أكو واحد يحب هذا الفن. واحد شبه أي دولة. تجديد المقام هو بالصوت المبتدا. أن يعني يكون هناك صوت مبتدا يجدد هذا المقام. لأن ما ظهر في القنداتشي جدد حيوية المقام عما كانوا علي صالحا. ظهر القنداتشي أيضا ورئيس الأمر والعظم الغزالي ومجموعة من قراء المقام الآخرين وآخرهم سعد العظمي وحسين العظمي وخالد ساغرائي يلا أبو هيرة الله المدينين كل صوت جيد هو يحيي هذا صوت جيد يعني سنة صوت المنكوب جميل شلون أداء باور جميل أداء نفسي يعني هذا يحيي هذا شكرا حياتي السنة فرحين بك أبو غسان على حضورك وفنانك شكرا تسليم حسين العظم. طبعا الاستاذ حسين انت من 2018 وصلت معلوماتك الى 12 كتاب وكان اربع مسودات قيد الطبع. في اشار انا اشار كتابين تكريم من شخص المرشف الكبير زكريا الانصاري. طبعا زكريا امتداد للمقام وكنز المقام كله في حقيقته. والدليل اليوم انا خابرته حتى يجي وكان ما يعلم بالامسيه كان فرح جدا. والدليل اليوم من بدأت الموسيقى عندنا تلفوننا زين حتى يوصله فوجود زكريا ووجودك الأمان في خير الشعب. فاليوم أنا أطمع بحضورك وإذا حضر الماء بطلت يومي. فأريدك توقع الكتب اللي أهديت لي على زكريا الصالح يبقى يمك وعلى راحتك. شكرا حبيبي على حبالي يلعب بعلي استاذ نمير السلام عليكم صحابي هذه القامة الكبيرة جدا في مجال فن المقام العراقي. صراحة يعني من المحبين جدا مدرسة الأستاذ حسين العظمي بالمقام العراقي والمتابعين. واعتبره هو امتداد لجيل الرواد من المرحوم هيثم شعوبي ويوسف عمار. وهم جيل مثقف هو والدكتور هيثم شعوبي يعني أكاديميين مثقفين خرجوا درسوا المقام العراقي الموسيقى بأصولها خريجين معهد دراسات أيام العزم مثلا. الفنان يمكن مو الوحيد أكو بعد كم فنان فريدة وغير فريدة وكذا وصل المقام العراقي لمختلف قطاع العالم وخلى الأجانب يستغرقون المقام العراقي من خلال الحفلات اللي كان يقيمها بالثمانينات حتى مطلع التسعينات المسألة الثانية يمكن أعتقد فنان حسين العظمي هو الفنان الوحيد اللي حائز على جائزة اليونسكو إذا ما أعتقد يعني وهذا فخر إلى طبعاً وفخر للعراق. الحقيقة عرج على مسألة معهد الدراسات الموسيقية باعتباري أنا أحد موظفي دائرة الفنون الموسيقية عملت كمدير العلاقات والإعلام. الآن طلع التقاعد صار لي شهر طبعاً أي بعد سنة ونص طلع التقاعد بس قدمت كتبت من ضمن الديباجة مال طلب التقاعد لعدم قناعتي بالوظيفة. معهد الدراسات الموسيقية بصراحة الأستاذ حسين العظمي بناه ورجع أحسن مما كان قبل. بس للأسف الشديد بعد ما تركه بدأ الخراب يدبر.
ما أعرف شنو السبب، لدرجة أنه آخر فترة يعني سوينا قعدنا اجتماع، وإذا طلع المنتسبين معهد الموظفين كافر التدريس أكثر من الطلاب اللي يدرسون المعهد، وهذا شيء كارثة. أقبال ماكو على المعهد، طلاب معدودين جدا، يعني طب القاعة 2-3 تلقين مدرسين يفتغون بالحديقة وما أعرف شيء يسمون زين، فالحالة مساوية جدا، يعني اندفاع للدراسة المقام، الإداء المقام ماكو، تشجيع ماكو من قبل الدولة، صار المعهد مجرد واحد يجي يشرب يومه ويطلع، ويشتم اجتماع قعدنا بالوزارة وقعدنا بالدارة وكم مدير عام من حسن الشكرتي إلى آخر واحد عماد جاسم زميلنا، إنه اجتماعات وكذا وإصلاح وورقة وما أدري شنو من هالسوالف، أكو مشكلة قانونية ما أعرف بين التربية وبين قانونية المعهد، يمكن هاي عقوبة صالح حسين الأحمدي وما انحلت لحد الآن ما انحلت. والوضعية كلش تعبانة جدا طبعا، ما أعرف شلون يعني المقام العراقي هذا إرث عظيم، هذا فشي يعني نفتخر به إحنا العراقيين خصوصا البغداديين، فما أعرف ليش هالاندفاع هذا، ليش ما أريد قائد مقام جديد ماكو، يعني ما أعرف شنو السالفة ما أعرف، فأرجو أن ينتبهون لهذه المسألة. شكرا جزيلا حبيبيك، شكرا 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 شكرا. أستاذ نمير تفضل حبيب الغالي، حياك الله. شكرا أستاذ وحبيبي، مساء الخير. مساء الخير، شكرا للمحاور. الله يسلمك. شكرا لأستاذي وأخي الكبير دكتور حسين العظمي المحترم. أستاذ نمير عذرا، احنا أنا مو بس أطمح بالمداخلة، أطمح شو يسمعنا. شكرا لحضوركم جميعا، باسمي وباسم بيت المقام العراقي بصفتي مدير لبيت المقام العراقي، أنا سعيد جدا اليوم أشوف الدكتور وأقول له ألف الحمد لله على السلامة، يا رب صحة وعافية وطولة العمر إن شاء الله له وللجميع إن شاء الله، رب يحفظكم جميعا. بس أكيد ملاحظة صغيرة أحب أقولها للمحاور لما سأل اشتكت دور المقام العراقي حاليا. شكرا للتوضيح مال الدكتور، يعني بس أحب أضيف شيء، المقام يمرض ولا يموت، المقام يمرض ولا يموت، والمقام موجود احنا يوميا نسمعه، لانه ما طول الاذان العراقي موجود 5 مرات باليوم، المقام موجود، المقام احنا يوميا نسمعه ودائما نسمع الترتيب والمناقب النبويه والتجويد، وهذا كله جزء بسيط من المقام، صح لو لا دكتور؟ فاني هاي بس ملاحظتي حبيت اضيفها على كلام الدكتور الله يحفظه يعني. وأنا أشكركم جداً، وهسه سوينا بنتاعي تشيل الدكتور بدون مايك أحسن، خذ المايك هذا أحسن، خلي أخذ هذا المايك، تأخذ المايك هذا؟ إيه أحسن، بدون هذا أحسن، يلا خلي بدون مايك تأخذ، هو أستاذ نفسه أنا ابن العراق والإخلاص من شيمي، أنا ابن العراق والإخلاص من شيمي، وإنه في العلا تاج على علموا الناس فضل الخلق.
قد علموا الناس من فن ومن أدب ودونوا المجد بين اللوح والقلم مس قلبي ولوحة ولوحة يا بعشق العراق عشق العراق مكتوب بلوحة بلوحة ولو لبيت روحي للجري ودري الجريش يا بيها وساعة استاذ نمير وقبل الستار يعني هذا يعني مشاعر فنيه عراقيه اصيله غايه بالتجذر والجمال يعني هذا كله وانا خلي هذا مو كما يشاع عن نطاق هذا العراق والله صالح استاذ حسين بن حليم جميل جدا وهيثم ودعم النيته مصافيه طبعا يعني اود ان اشيد بدور الاستاذ الكبير الانصاري امين التراث يعني لقب يحق امين التراث يعني هو حاليا الشخصيه المحافظه فعلا على
التراث الموسيقي العراقي ليس فقط المقامات، هو متخصص بالمقامات فعلا، ولكن ليس فقط المقامات، هو رجل متخصص بلم تراث كل شخصيات الفنية العراقية ونقولها على الأخص شخصيات المقام العراقي. يعني هو جامع تسجيلاتنا، يبحث عنها، يشتريها بفلوسه، هو يصرف عنها، هو يجمعها. فهو إلى كل الشكر والتقدير والمحبة تاريخيا لكل الموسيقى، من كل الموسيقى العراقية ومن كل الفنانين لهذه الشخصية. خليك الله دكتور. المرموقة المضحية فعلا من وقتها ومن مزاجها ومن تعبها ومن اقتصادها ومن كل شيء. فألف شكر وتقدير لأخونا العزيز. دكتوري لا تسأل، أصور سؤال على سؤالي القديم والحديث. هذه كل شيء يتبع للمراحل الآنية، يعني ثقافية، تعبيرية، فكرية، سياسية، هاي كلها تتبع يعني. وبالتأكيد يعني أنا من غنيت قبل 30 سنة مو مثل ما أغني اليوم، ما تقبل غلط يعني. أكو أشياء هي نفس الأسس، يعني ميلودي هو نفسه، ولكن أكو تعابير تختلف، التجربة زادت، التجربة اختلفت، أمور قد تكون التعابير أو أساليب العرب تختلف، يعني مسائل ثقافية تجريبية هي اللي تهيمن على كل النتاجات في كل مرحلة من المراحل. يعني هذا من أكبر، إذا كان لمطرب معين وإذا كان لمجموع تراث معين من حيث المبدأ. بالنسبة للأستاذ بشار، أستاذ بشار يعني إحنا عشنا 3 سنوات توجيه سياسة مع قيادة قوات الحدود، بس سنوات مكثفة للغاية الحقيقة، يعني كنا خاصية للدنيا كلها إحنا ويانا الأستاذ حسن حسني مخرج معروف وكذا. 6 مسرحيات قدمنا، أنا المغني مع المسرحيات، وأستاذ بشار كان هو العنصر الرئيسي في التنفيذ الحقيقة للمسرحيات كلها، يعتمد عليه المخرج حسن حسني. وهي من الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا كنا مدللين، يعني إحنا بالحرب دينا ما كنا وقت، وإحنا كنا مدللين في قيادة قوات الحدود يعني. وتدريسي لمحور الأمنية 1 سنة كاملة تدرسين، يعني تجربة رائعة جدا. يعني رحت شفتهم أولا أنا جندي، في حين أكون بالقيادة هم واحد نايف بابو، واحد رئيس عرباء، عريف، خير، المهم يعني كلهم معلم مني وأنا جندي. فهم داخل الصف ما يعرفون، يعني هم ما دارسين من قبل، فما عندهم معرفة في يعني قيمة يعني أو أسلوب أنه طالب ومدرس وكذا، الاحترامات المتبادلة كذا. فهو بعد رئيس عرباء أنا جندي قدامه مثلا، بس أنا جاي من التوجيه السياسي، ومدير التوجيه السياسي عنصر يعني أكبر عنصر، هو رائد بس أكبر عنصر في القيادة كلها، مخيف كان. لا كان لا قادون أحد صالح مسرح العسكري، كان الله يرحمه مهدي الشيخي، إيه هو كان، بس كان مخيف وكان إنساني عظيم في نفس الوقت، شخص إنساني مهول، لكن هو عسكري وش تريد من عنده يقول لك صار، لكن من يريد منك شيء لازم تسويه، ما هو تسويه يعني في حدود العمل، يعني ويطلب منك إذا أنت تقاعست يعني مخيف، لكن أنت تقول له دار ضطع يقول لك وقت، يعني تتعجب يقول له دار إجازة يقول لك وقت اللي تجي، يعني شيء غريب يعني. بس هو نظم شغله أنه من يريد أشياء كلها تصير. فدزني أربع ناس، فقال الجنوب ما يفاقوا طبعاً، فكان طبعاً كان عيد منهم، أو 2 أتلاقوا بالصبر
صيحت عليهم طلعتهم برا. أنا مليان طلقة دام طلقة صيحة الآن جندي هذول هذه ما شو نكون تعيا شو نتعاقون أبدا سكتوا ما يسكتون طول عمرهم ما كنت أجيبه ثلاث أيام رحت عليهم بعد مداومة هم حافظوا على بالي ماني راح أقول للمدير الجندي تعاقبهم فرأس راحوا على المدير المدرسة قالوا له ترى إيش إحنا أغلطنا وكذا وهذه يومي خابروا للمدير بس سمعت خبر مذيع أنا رأس رحت عليهم قلت لهم ماذا ليش وصلتوا له أنا مجرد دا فهمكم عنده عملتم غلط لا تقعد حكي بيناتنا نتعارك ونصيح بيناتنا أحافظ عليهم يا قضية لنا وإحنا كلنا جنود وحرب ومقلوب الدنيا إحنا قلنا نشتكي على فلان وستان قلتوا ما عليكم هاي شغلات بيناتنا بعد لا حد على فلان ولا حد عن جيبكم بعد خلص يعني الدورة بعد حبوني يدخل قاموا ويودون هذه فهمتهم انه يعني صف الحرمة الطالب الحرمة المدرس الحرمة ما يصير كذا اي شيء ونهاية السنة اول ما طبيت كلهم اي واحد اول ما يعرف يكتب ولا حرف نهاية السنة لو تقوم واحد واحد يكتب على الصبورة قلت له والله العظيم انا معلمكم كل شيء كلكم تعرفون بس انتم يعني ما غير الشغلة هيك يعني ما يعرفون عبالة ما عن شيء بالتشجيع خليتهم يكتبون هم يعرفون من قبل فهم انا علمتهم سنه من قبل سنه ولا فاشجعهم اعطيهم معنويا لان هم يعرفون مو انا علمتهم مو جيت الان علمتهم انا وجهتهم الوجه الصحيح ويا تعليم نقدر عليه ويا تزور الزمن لكن هم اللي يعرفون فتح لك كل هذا اللي انت تحدثت لي اخر شيء نعم ما ينسي الدكتور هيثم بن يعيد عليك يقول لك عليك من صفي ميته يا الله انزل ما تعليك والله انت راد ممتي يعني ما الغنان ممتي لا صوت واحد يقول لمحبيك صار لي كم يوم ما نخرج والله العظيم يعني حتى لمحبيك لا حدا مرضني والله دقيقة واحدة ايش هو صحيح الكلام مش عيب جفتني هند حين ولت شبيبتي وحالك شارب يبضى وحده ودبى الظهور جفتني هند جفتني هند حين ولت شبيبتي وحالك شارب يبضى وحده ودبى الظهر فلما رأيت الطرف منها أصابني فلما رأيت الطرف فلما رأيت الطرف منها صابني لجأت إلى من إلى من إلى من لجأت إلى من عنده يجبر الكسر إلى من عنده يجبر الكسر شكرا.
اي اذا اكو سؤال بعد اخر يعني تفضل حبيبي ما دكتور تفضل نريدين هذا لا تفضل تفضل كل من عنده مداخله اهلا وسهلا استاذ علاء مو مطعتي من الوزاره حبيبي اهلا وسهلا علاء اهلا صورة ناسية راحت الباب أنا وياك من بشير وجوليان فايس نازل يوم 2/3/93 هاي من التاريخ كلها كلها بالتاريخ يعني في هذه المنطقه الجميله لقاء الطاقم الكبير الدكتور حسين العمري كنت من الشرف دائما لا سمع صوته ولا لقاء واليوم الحمد لله متيحه تصور الشكر لمركز ايفرس لولا ما اخذت وانا حاولت كتابي هذا اللي هو مجرد البوم لقاءاتي مع نخبه من الفنانين العراقيين فصارت قبل أسابيع لقاء فريدة وقبلها كانت مصر شمة واليوم التقي مع أرسام كبيرة الدكتور حسين العظيم بس كان عند سؤال مش بسأل حسين عندك متفائل أنت من المقام في عمر بعد لأن الآن الجيل الجديد والأجيال الجاية أكون عمري كمان نوع غير ظهر من المقام العراقي أنا لاحظت أكثر من المكان يعني مثلا ما أريد قهوم المقامين لا مجرد حال حال بطلقها يعني مطلوب المحافظة على رأيته يعني الجيل القائم الآن اللي ممكن يحاجزون دور المقام ويعني مكان الكلاسيكي وحافظ على شهر ترسم عليه فشي جاوبني على هالصناعة شكرا جزيلا أكو مسألة مهمة يعني مهمة جدا الحقيقة اي جمله موسيقيه اي جمله غنائيه هسه لو نفترض يعني هي ما موجوده نفترض هسه حصلنا على نوره من زمن البابليين مثلا من زمن الصومالين قديمه وكذا وكذا اذا هذه الجمله هسه لو طبقناها على اساليب العرب والتقنيات اللي موجوده اليوم ممكن نطلعها جميله وممكن تطلع معاصرة ممكن نسمعها الآن وهي قبل آلاف السنين فأساليب العرض هي المهمة للغاية احنا قلنا من حيث المبدأ ما اكو شيء جميل وغير جميل اكو أداء واكو اسلوب عرض المؤدي هو اللي يوكل الأمر نجاح العمل هو الأداء المؤدي لان هو مثلا المقام هو نفس المقام خمسه احنا سنغني مقام الحكيمي انت حتسمع راح تقول فلان رقم واحد فلان رقم اثنين رقم ثلاثه هو نفس المقام فاذا المؤدين الخمسه هم اللي نقدر نعدد ياهم افضل واحد فيهم او ربما ياهم اكثر عجبنا مو بس من ناحيه تقنيه حسب طريقته وروحه حسب روحه وتعبيره وايصاله لنا فالعملية يعني هسه الآن التقنيات الموجودة يعني هسه لو نسمع أنا عندي الألبوم الصدر مالتي مال مؤسسة رازا العالمية في أمستردام سجلته يوم 19/1/2004 في مدينة أوتريخت بهولندا سميته مقامات في العشق الإلهي يعني القصائد الصوفية وصدر 2006 في نوفمبر في تشرين ثاني صدق هسه من السموه يعني نقاء هائل تسجيل استوديو متقدم وتسجيل كلش نظيف وممكن السمع اي واحد يجي يسمع يعني انت من قبل مقام احد المقام او ما احد المقام فانت السمع لانه يجي لك شيء يعني اذنك دا تستقبل شيء نظيف تسجيل نظيف يعني فهذه تساعد على تواطن الجمهور قد ما تمشي بجوز قد ما يمشي الزمن انت ممكن تسمع الاشياء الصحيحه والاشياء المضيفه وكل شيء صحيح هو جمالياته وياه اي شيء صحيح بالحياه ف
هي جماليته وياك، انت تشعر بجماله لانه صحيح. اللغه لما تنطق لغويا كلام صحيح ما تلحم بها تشعر بجمالها، جمالها الحقيقي يعني. فهذه مسائل مو هي انه يموت ويعيش وتراث وكذا، هاي ماكو ترى، هذه يعني محدوده يعني الوجود. اما هي اسلوب العرض، اسلوب العرض يعني البرستيج مال الفنان شلون يطلع الى اكو فرق يعني. انا شايف احد المغنيين على المسرح قاعد اتفرج عني معي دي يغني بنص الغنى، جت تكرمون تفله ما ادري شنو طلع شفيه تفل بيها وحطها بجيبه. يعني انا اقدر اسمع بعد هيك شيء، اقدر اسمع هيك مطرب مثلا. فهذه جزء من اساليب العرض يعني الذوق كلش مهم، التذوق والنقوص على المسرح، شلون تطلع على المسرح، شلون تقدم، شلون تطرح شخصيتك على الجمهور، هذا كلها هي. شكرا استاذ ابو علي. اتمنى مو اسئله، الوقت بدا يداركنا، مداخله يعني ما اريد واحد يوجه سؤال. تفضل استاذ. السلام عليكم. سلام عليكم. الله يشرفك. الاسم حتى. عبد الشمس. يا اهلا مرحبا. اعلامي اعلامي واحد اعضاء رابطه الفن. جلستنا هي ليست جلسه نقول فنيه، يعني احنا اليوم نقف امام شخص فنان وهو في ثقافه وفي فن. اليوم يعني من خلال حديثنا تعرفنا انه المقام العراقي ثقافه ليس فن. هاي الثقافه اللي حضرتك تحملها اللي وصلتها للمجتمع اليوم، احنا امس الحاجه الى هذه الثقافه، الى هذا الفن اللي هو المتمثل في المقام العراقي. احنا صار يعني فتره طويله تقدم المقام العراقي، هاي فتره طويله من خلالها اكتشفنا انه بدا تاثير المقام. قبل ما كنا نحس بالثقافه اللي عملها المقام العراقي، اليوم اكتشفنا انه كان تاثيره جدا قوي. علمنا كيفيه النطق، علمنا الثقافه، علمنا الاسلوب، علمنا الحوار. اليوم افتقدنا كل هذه الثقافات لانه غاب المقام العراقي. اليوم قرات ثقافات جديده على المجتمع، يعني اساءت الى المجتمع كثيرا. يعني من الاشحاق اليوم انه نشوف انه يغيب المقام العراقي بثقافته وتظهر هذه الثقافات الموجوده. فنطلب من حضرتك انت استاذ يمكن متصدي في المقام العراقي انه تعيدون حساباتكم في اعاده ثقافه المقام العراقي الى المجتمع. شكرا 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 استاذ. نرجو الايجاز، نرجو الايجاز يعني بالطرح. تفضل. هلا استاذ جاسم. هلا حبيبي. هلا هلا استاذ جاسم. هلا استاذ جاسم. جاسم من عبيدي. جاسم شفت ذاك اليوم قصيدة للعراق ولحسين لأن حسين يمثل العراق. جميل. تفضل استاذ جاسم. قبلت ثغرك يا عراق وصمت ووجدت رسمك ماثلا فسجدت ونسجت من جرح السنين عباءة فأنا المسيح بمقلتيك صلدت. عمر مضى يا سيدي وكأنه عمر من الصبر العظيم صبرت وتلوت آيات المحبة غنوة من ماء دجلة والفرات شربت الأرض أرض الرافدين أحبها وزرعت روحي عندها وأتيت وصعدت أتلو للعراق مسلة مكتوبة بدم النضال تلوت ووجدت في اللوح المقدس آية مكتوبة خطت علي قرأت بغداد تبقى والعراق على المدى وختمت عشقي فيهما وسكنت. حياك الله. حبيبي. تفضل استاذ عبد الله.
بالمقام الكبير اللي مثلا ست فريده قبلها ما ادنزها، هل انه تضيف عليها في نوع من التطور اضافت نوع من الضعف الى قراء المقام؟ والشيء الثاني اللي اتساءل عنه انه اكو اهتمام للجاليه العراقيه اليهوديه اللي كانت بالعراق، فنقرب المقام والاهتمام به اللي دا نشوفه ونتابعه هناك اكثر من اللي موجود في وطننا حاليا اللي هو المنبع المقام العراقي. شكرا شكرا شكرا. وياك المبادره صحيح. استاذ مهاد تفضل، احنا خلينا نختم المداخلات حتى استاذ ابو علي الدكتور يختم حديث. طبعا من البدايه السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في منطقه العراق ورفعت راسنا. بس انت اسال سؤال. قريه مقامتك في الاردن ممتاز. في الاردن قانون المقام الخاص يعني قانون نغمه الشاسع المايك شوي. في الاردن حكم يعني قانون نغمه المقام العراقي وانت من دراسه هناك درست يعني. شكرا استاذ مهاد. الشيخ الاعلامي لهذه الفضائل. اهلا وسهلا شيخنا العزيز. منو عنده مداخله بعد من الاخوان يحب يتحدث شيء؟ استاذ هشام الصحافه الرياضيه ما عندك شيء؟ تفضل استاذ هشام عنده مداخله. استاذ هشام سلمان تفضل. أحاول أختصر جداً لأن ما لدي أقوله أن الجلسة حالياً فنية في التواجد الدكتور حسين العظمي هو علم من أعلام العراق يعني بالفن بما يعني أنا ناقض حتى أحكي كلمة لأن صارت سين حاس فيه الرياضة هذه الكلمة نا استفاد من هذه يعني خلينا نقول فرصة الرياضة الأخيرة اللي أقوله صار فرصة عندنا بالرياضة وكرة قدم تحديدا هو تقريبا التوالي تحديدا دائما نقول عند دوام يعني تتأخر الكفاءات يعني كون مثل اليوم وقفة الله يرحمه في العراق كفاءة كبيرة جدا بالعراق من الأشياء شو نقول المفهوم المشهور في الصحافة الرياضية العراقية وقول الرياضة تحديداً كرة القدم الكرة العراقية وشو الجماعة الكرة العراقية ولا يعني لا ولا هل المقام العراقي وما نراه اليوم من تأثير وثوار المقام هل نستطيع القول عنه أنه المقام العراقي ولا شكرا. أنا أشكر جدا. شكرا أستاذ هشام. واحد أضيفه من مسؤولية الإعلام وليس صاحب الرياضة. لأن فخور جدا بأجل أخذ اليوم أمام قامة عراقية محترمة جدا ومن خلال المحاضرة قبل بداية هذه الجلسة فضل فيها الدكتور حسين كانت محاضرة أقرب للثقافة فيها بعض الأشياء أو كلها يعني كثيرها وليس البعض مفيدة جدا وفيها فائدة وفيها ثقافة للجالسين أنا صحفي استفادت منها كثيرا وفهمت بأن الفن العراقي نعم يمرض ولا يموت ولكن يحتاج يد عاملة. شكرا دكتور كاظم نختم بك اذا اكو داخله بعد دكتور كاظم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ارحب بالقامه الكبيره الدكتور واحنا كنا معجبين
بسبب انه مصارع متميز كان كرياضي متابعي، لكنه ايضا الى يعني ان يعتبر كسفير للدول الاردنيه اللي كان على طول المقام العراقي له دور كبير هناك. يعني احنا فعلا مثل ما قال كان المفروض انه يعني مثل ما احنا استفادين من هاي المحاضره النظريه، قصدي ترى المفروض انه يصب التلفزيون، يعني هذا احنا استفادين كثير وافشار منها وفش. لكن المواطن العراقي خصوصا الجيل الجديد، الجيل الجديد صار ما يتبع هاي المقام ولا يتابع اغاني حديثه واغاني تعبانه اللي تاثر على المجتمع. فاحنا حتى استاذ انا استاذ حسين كنا نروح للمتلبي، يعني المتلبي ايضا هسه يعني في المكان يحيي التراث، وكان اكو مسرح كان يطل بالمقام العراقي، اكو ناس تجي تعرض نفسها، اكو مواهب يمكن تعرض المقام العراقي بهاي الاماكن. يعني هم لو المسؤولين هنا يخصصون في قاعه هناك او مكان لإلقاء المقام العراقي، لأن المقام العراقي هو من اسمه عراقي، يمكن ما أعتقد ما في دولة عربية أنه يمكن في سوريا بعض المطربين السوريين يمكن صباح وهذا يغنون المقام العراقي، فهي يعني تراث كبير، فأعتقد أني يعني خصوصا أنه يعني يفتح حيز كبير للمواهب الجديدة عن طريق ديوان المقام وارتباطها بالناحية، لأنه احنا مع الأسف يعني بلدنا يعني الفن يهمل، ما يعطوا قيمة كبيرة، لأنه مثل ما قال يمكن الوزير إذا كان وزير محترم ويحب الثقافة يمكن يشيحها، لكن إذا كان غير يعني محب للفن يمكن راح يهمل ويصير ناحية إدارية قد ما هي ناحية فنية تطور هذا الفن. فهذا أعتقد أنه ضروري أنه بالإعلام يعني يزيد الاهتمام بالمقام العراقي حتى يرجع، لأنه فن فريد. واكيد حتى المواهب ترجع، يعني ظلينا لحد الان نذكر بس القدماء، قدماء وبوتشي داوود وسعد وغيره وعمر، لكن ضروري انه هالمواهب الجديده انه تتطور وتعكس كل هاي الفن، هذا الفن النبيل ان شاء الله. شكرا شكرا حسب ما ذكر من الأسئلة صارت أسئلة كبيرة. يعني الأستاذ عادل سأل حول الجالية اليهودية. طبعا أنا أكو عندي ثلاث كتب ذكرت كل مرحلة من المراحل، يعني متابعة إلى رشيد القندرشي. مرحلة رشيد كان بيها المعروف من اليهود يوسف قريش. فالطريقة اللي الطريقة القبنشية ما بعد رشيد القندرشي كان اللي معروف بها سليم شبث. بس سليم شبث شد عن القاعدة في منتصف حياته، كان قندرشي صار باع، كان يغني بكيفه. فأنا كتبت وحللت بعض المقامات مالته بشكل موضوعي، يعني ما له علاقة بيهودي ولا شيء، له علاقة أنا تعرف الفن يعني عملية فنية. ومن بس أفضل واحد في وجهة نظري من اليهود اللي بلوا هو حسقيل قصار. حسقيل قصار تسجيلاته شوية بعضها نظيفة، وغنى هو يعني صلب الكلاسيكية المقامية هو يمثلها، يعني حسقيل قصار. بس بشكل عام كل اليهود على الطاقة الفكرة اللي بقضية يحشوها الجمهور وكيفهم أنه هم أهل المقام ومركمة، لا لا أهل المقام ولا محزنون هم. حتى المؤلف اليهودي اللي مات اسمه كوتشمان، أي في كتابة يقول أن دور اليهود العراقيين في الموسيقى ليس كدورهم في الغناء المقامي. يعني هو ذي يعترف نفسه هم موسيقيين حافظون على موسيقى المقام العراقي حقيقة في مرحلة أواخر القرن التاسع عشر على النصف الأول من القرن العشرين، لهم فضل لأن ما كانت حتى ولا مسلم ما عدا أول مسلم صار بالفرق حسين عبد الله هذه حسين عبد الله عازف الإقامة.
متجرك ولا مستند يعني. فهم حافظون على المسيح. هو يعترف كوتشمان يقول أن دور اليهود العراقيين في الموسيقى ليس كدورهم في الغناء. فالغناء عندهم نواقص كثيرة في الأصول. في الأصول يعني الفورم الشكل المقامي أكو عندهم نواقص. وأني حللتها طبعا هذول أبرز ثلاثة كتبت عنهم يعني هم رواية كثيرة. بس مع ذلك أنا أحب أسمعهم لأن هم حافظوا على الروح البغدادية الحقيقة يعني الروح العراقية هم حافظوا عليها المحافظة جيدة. هاي تذكر لهم أستاذ محمد سأل حول دراستك في الأردن هل يوجد مقام في الأردن؟ بالأردن شوف طبعا أنا في يوجد حتى اليوم جمهور الأردن الخليج ما تعرف فلسطين بدو غير شيء كذا يعني ما عدا الجاليات الأخرى. فكنت أعاني في البداية كيف أوصل بيئة تعابير بيئة محلية مقامية بغدادية أوصلها إلى جمهور الأردن. صعب صعب كلش. في البداية كانوا عراقيين 2005 2006 2006 عراقيين هواية. فحفلاتنا كنت نسويها في جاليري الأورفلي بخالتها الوداد الأورفلي إنعام الأورفلي في عمان. كنا نسويها إذا أسوي حفل اليوم خمس أسابيع ست أسابيع تنقل بالدنيا على اللي يجون كلهم يجون يعني يجون ويرجعون. صح هو المكان مو كبير يعني يحوي له 250 300 لكن أكو جمهور للعراقيين هواية كانوا. شوية شوية خلال الزمن أنا كنت لا أظل أفكر بالجمهور الأردني شلون أوصل له لازم أوصل له أنا يعني عايش هناك. هسه اليوم أصبح الجمهور الأردني يحضر أماسينا أكثر من الجمهور العراقي. فمعناته قدرنا نوصل يعني حتى أنا أتذكر اليوم أمير العاصمة الأردني في اليوم حفلة من الحفلات شاركت ويا المعهد باسم المعهد. أنا أدرس المعهد فباسم المعهد أنا شاركت ويا الأوركسترا مالتهم. بس أكو كان قصي عبد الجبار يمكن أو غير عراقي عازف عازفين ويا الفرقة الأردنية هم يدرسون هم بالمعهد ويانا. فهم كانوا قسموا لي يعني وعزفت هذا. فغنيت بحيث من خلصنا اجى علي هو نطلع من العاصمه قال احنا اليوم يلا سمعنا المقام العراقي. يعني قدرت اوصل له واوصل له التعابير وافهم انه يعني المقامات هي حلوه. شكرا. يعني التذوق وصل الى الذوق الاردني. شكرا. دائما الممارسه والاستمراريه هي اللي انت توصلك يعني اما ما تتوقف يعني تتوقف. واحد مش من استاذ هشام السلمان اخطرت معي يعني استاذ هشام السلمان ذكر يعني مثل قال احنا اللاعب من فقده سواء يعتزل او يموت او يتمرض او يترك الكره يقول الكره العراقيه واللازم بمعنى عندنا ثقه ان الميدان ياتي ربما بافضل منه 100%. انا من كل مقام هكذا انا من كل جديد بيت المقام عندي حوالي 30 مفروض مقام بمختلف الاعمار كلهم جيدين وكلهم يفكرون بالاصول. يعني هذا شيء مهم اكو وعي من قبل المغنيين حتى الشباب هسه من ضمنهم نمير نميرنا يعني واحد من 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 اللي لا يزال يبحث في التعلم عن الاصول ويريد يتعلمها يعني يتنافسون انه فلان يعرف فلان نقص فلان زيد فلان كذا فكلهم جيدين. يعني هسه الطبقه الشبابية اللي أصبحت تقريبا وسطى من ضمنهم أستاذ نمير يعني نمير قيس عبد الرزاق غريب طه هاي الأسماء يعني من حسين سعد أي منو؟ حسين سعد أي حسين سعد يعني من جيله كلهم جيدين طبعا وحتى اللي أقدم منهم فيهم راحوا ماتوا الله يرحمهم يعني كلهم جيدين كانوا وحتى الجدد. فالأمل موجود يعني أنا دائما وأبدا كل لقاء أذكرهم كلهم ترى هم يدرون أو ما يدرون هذا مو هذا فمو أذكرها لهم أذكرها كموضوعية يعني. فالأمل بنمير وزملائه
شكرا استاذ كلهم يعني شكرا. ثانيا بالنسبه لفريده بفريده او معي بالنسبه يمكن سال اي بالنسبه لفريده هي تلميذتي بالمعهد اولا وحتى بالفرقه في وقتها وهي درست عندي 6 سنوات وست سنوات 40 مقام لها في معهد الدراسات الموسيقيه 40 مقام منهج الست سنوات هي درستها وغنت مقامات رئيسيه ترى يعني غنت العجاز ديوان غنت يعني ما ادري مقامات اخرى يعني مو هي المطرب الوحيد اللي ها هي غنت يعني غنت مقامات جيده فهي دارسه ودرست انا من رحت اجازه دراسيه خليت 4 أولياء يدرسون من طلابنا اللي اصبحوا مدرسين من ضمنهم فريده والمرحوم عون القدوري و موفق عبد الهادي وبعد واحد نسيت صباح ها لا مو صباح صباح كان بعد الغالي يعني 4 هم بقوا انا رحت اجازه دراسيه رجعت لهم بدايه التسعينات وورا قعدت يعني ورا 93 درست سنوات لكن قعدت ودرست على العقد يعني في المرحله امكنه اخرى يعني ففريده غنت الاصول ما نزلت كانت معايا في فرقه التراث الموسيقي العراقي اللي اسسها منير بشير ومايده اول ما جتني تغني ليالي منير بشير ما تنشي عنده مال ليالي وش يسوي الليالي هو فرقه التراث الموسيقي العراقي يريد كل شيء عراقي ما يريد اي شيء خارج هذا الاطار فقال لي ماكو انت قال لازم انت تدربها على بعض المقامات حتى تحفظ وفعلا دربتها حوالي على 10 مقامات وغنت ليس فقط في العراق في الاذاعه او التلفزيون وانما في كل مهرجانات العالم في كل الجول سوية في العالم غنت مقامات باصولها وان تكن عدى حوالي 10 مقامات شكرا شكرا جزيلا دكتور حسين كانت امسيه ممتعه وجميله احنا بصراحه استانسنا كثيرا وتشرفنا بحضورك وبحضور ومشاركات الاخرين في ليله انا اعتبرها عراقيه قد تنبئ وتفتح باب الامل للعراق مره اخرى ان شاء الله من اجل أيها. قبل لا اختم طلب استاذ محمد ان اتوقع له الكتب وانا لدي مو سؤال وانما طلب قبل فتره اختاروني كصحفي من ضمن جروب يقرا رئيس الوزراء فجربت كتبت حوالي 5 أشياء بالجروب تمت الإجابة عليها أو النهوض بها واحدة من عندها يعني على المصارف واحدة على كذا أنا أتمنى من دكتور حسين يقول لي وين المكان الآن اللي ممكن مو هو ما يحتاج تعيين ممكن ينهض به بالمقام العراقي مرة أخرى حتى أقدر أنا مثلا أرد أكتب أخاطب رئيس الوزراء في ذلك أتمنى ما هو المكان الذي ممكن أنت الآن تجد نفسك به من أجل نهوض المقام العراقي مرة أخرى المكان هو الدعم أنا قلت لي قدام أنا مو أفضل من الآخرين يمكن أي واحد تتاح فرصة مثل ما أتيحت لي ممكن ينجح مثل ما نجحت أنا من زمن معهد الدراسات الموسيقية أنا دعمني مفيد الجزائر شنو الدعم يعني فلوس؟ لا لا شو أنت أفكارك أنت خبرتك هي مو خبرتك أنا خبرتي أنا أبو هذه أنا ابن المحل لا سألنا نطلب الرئيس الدعم إذا اسمح لي نطلب الرئيس وشو نقول له دعم يعني أسأل أقول أسأل أقول اسمح لي تكون في المدرسة خاصة بالمقام هو موجودة إحنا موجودة لا الريد شيء يعني الريد نقاط مو شيء عام قل لي فتشي نقاط حتى كتب هسأل بار أنا مريت بالمحل كانوا طالعين يعني بس شفت المدير ومعمار يعني فارغ وصيانة كذا كذا فالمدير نفسه هو من طلابنا القدامى فيقول لي انه يعني دعم ماكو مهمل وكذا انت شلون يتطور هو يقول لي المدير يقول لي مهمل وماكو كذا يعني ميت لكن لما انت تجي وانت معروف عندك مثلا حظوه عند الوزير يعني يحترمك الوزير مثلا اسمك وكذا وكذا ومن تكتب له تجربتك هي مو تجربته انت تجربتك تقول له هذا الصح وهذا الغلط هو ما له علاقه هو انت تقول له هذا صح وهذا غلط ومن تقول له هذا صح هذا ويقتنع بها ويدعمك بها ذاك الوقت انت تقدر تطور
أنا رجعت المعهد قعدت على رجلة لأنه شنو أطلب؟ يقول لي نعم. ما قال لي ولا مرة أطلبت شيء وقال لي لا. يعني أنا أفهم من كلام أستاذ حسين أنه هو يريد يقول تطوير المقام العراقي من خلال الاهتمام بالمعهد. طبعاً هذا تقصده؟ طبعاً هو المعهد المطعم الدراسي. شكراً إذا تسمح لي بيئة مالية حتى احنا بالرياضة في اليوم مالي صباح من مشغول سعادتين وناقشة الدكتور راسل عبد المهدي الحقيقة المنطقة الاستراتيجيات منطقة يعني غير صالح من وجهة نظري على بيئة صعبة. الآن منطقة المشاريع البديلة انه انت تسوي مشروع محكم بأركان معينة يشتغلون به الكل ويتحفزون به الكل. انت هسه الآن اكو ناس انزرعت بطريقة أو بأخرى هي يعني أحدثت هذه البيئة خلينا نقول المليئة. فأنت الاستراتيجيات والحكي هذا أصبح اعتيادي يعني معروف كل واحد يدخل الاستراتيجيات بصراحة. ما يتماشى مع البيئة. ولذلك هذا زمن المشاريع البديلة التي تحرك المجتمع والتي تجعل السيء والجيد يعملون سواسية. في كذا بطريقة غير مباشرة بحيث الكل تشتغل في مشروع والكل راضي في نفس الوقت. شكرا جزيلا. هسه يراد لنا عقليات من هاي النوعية بصراحة في هذا. شكرا لكم. شكرا للدكتور حسين. واحنا نستثمر توقيعه بين ما نعدل الكراسي حتى ناخذ صورة جماعية. شكرا لكم واتمنى التوفيق لكم ان شاء الله نستقبلكم بحلقات.